أنا الأرجوز بقى جزء كبير جداً من حياتي، علشان العروسة بتوعك لازم تحبيها وهي لازم تحبك. لو في 10 بيسمعوني في 3 هيتأثروا بيا، أنا هبقى سعيد جداً وهبقى مبسوط جداً. يعني أولاً أنا اللي بيمنعني عن أني ما أقدمش الأرجوز أنه أبقى خلاص الحمد لله انتقلت إلى رحمة الله. حكايتي مع الأرجوز بدأت من 87 مع فرقة الطيف والخيال للمخرج الراحل بهاء المرغاني رحمة الله عليه. اللي شدني للأرجوز فكرة أن أنت مميزة بحاجة، مش المهارة دي عند كل الناس. يعني أنا في الأساس بحب التمثيل وأمثل وكده، كمان لما يبقى عندك مهارة أن كمان تبقى بتلعبي للأرجوز، اكتشفت فيما بعد أنه في حاجة مهمة قوي تعلمناها في التمثيل، انه يعني المهم قوي ان الشخص يحب الشخصية اللي بيلعبه، يحب الدور اللي بيلعبه، علشان يقدر يتقمصه ويقدر يتعايش معاه. فأنا لعبت الحكاية دي مع الأرجوز. لما بدأت أعمل الأرجوز بإيدي بدأ الأرجوز يبقى جزء مني وأنا جزء منه، بقينا أصحاب قوي. أنا بقعد كتير أتكلم معاه وهو بيتكلم معايا. لا، في حاله من حالات العشق كده بيننا وما بعد، لدرجه انه بيبقى في حاله من حالات التوحد بين لاعب الأرجوز وما بين الأرجوز او ما بين العروسه، علشان يقدر ينقل احساسها او احساسه ليها ويوصل للناس. الأرجوز جمع الناس. حضرتك بقى هتقدم بيه ايه؟ هو ده كان السؤال اللي بيلح في دماغي على طول، تملي انه طب الناس حواليك يا عم هتعمل ايه؟ فكنت تملي اشتغل على اما اتكلم مع الاطفال حوالين اهميه التعليم، او اتكلم معاهم عن فكره الانتماء، او انه فكره الجمال، فكره النظافه الشخصيه او نظافه المكان اللي انت عايش فيه. كل ده انا بعمله من خلال مسرح بيسموه المسرح التفاعلي، اللي هي فكرة انه المتفرج الطفل يبقى هو اللي بيجاوب على الأرجوز اللي تملي يخطئ. انا الأرجوز بتاعي طفل، مش راجل كبير، مش بشنب، علشان ما اكسرش هيبة او القدوة عند الطفل، انه انا مش هصحح للأكبر مني اكيد، انما الطفل ممكن يصحح لطفل، هقبلها وما عنديش مشكله. لما نيجي نقول ابو بكر الصديق او نقول عمر، هم من اصحاب سيدنا رسول الله. برافو يا أرجوز، من العشر المبشرين بالجنه. اولا فكره انه لاعب الأرجوز يعني انه فن قليل او فن بسيط او فن، رغم كل بساطته إلى أنه لاعب الأرجوز نفسه حتى الشعبي لاعب واعي جداً، ويعني مش حول مثقف، إنما حول أنه واعي بما يحدث حوله، بما يدور حوله في العالم. بمعنى أنه الأرجوز كان يناقش القضايا الاجتماعية، كان يناقش قضايا خاصة بفكرة الكسل في نمره اللي كان بيقدمها، اللي كان بيحفظها عن والده أو عن المعلم بتاعه. عدد اللعيبة الشعبيين يعني يقول 6-7 يعني. أنا نفسي يبقى في زرع شتلات للأرجوز في كل ربوع مصر، يعني يبقى في موجود في اسكندرية ناس من اسكندرية بتلعب الأرجوز، ناس من أسوان بتلعب الأرجوز، ناس من مطروح بتلعب الأرجوز، ناس في بورسعيد بتلعب الأرجوز، في كل محافظات مصر. يا أرجوز احنا بعد ما اتكلمنا مع الناس واشتغلنا وبتاع، هنقول للناس ايه يا أرجوز؟ الله مع السلامه.
لا مش زي ما بنقولها في الليله الكبيره. امال ايه؟ لا نقول لهم بقى ايه؟ مع السلامة مع السلامة. ما هي دي زي ما بنقولها في الليله الكبيره. طب امال انت عاوز ايه؟ عاوزك تقول مع السلامه وباي باي. مع السلامة وباي باي. اه ماشي مع السلامة.